انا بقعد حابه مثلا برسم بطريقه معينه، بحس ان انا المفروض ان انا ايه ادور على حاجه جديده. بشوف حتى حاجه على النت بحبها كده، اي حاجه ليها علاقه بالرسم بحبها، يعني صلصال، اني اعمل اشكال بصلصال، اني ارسم، اني اقف قدام الناس وارسم. كل حاجه ليها علاقه بالفرشه والالوان بحبها. وطبعا مفيش حد ما بيحبش الاكل، فالرسم بالاكل جمع بين الحاجتين، ان انا اكل بقى الحاجات اللي انا رسمتها، وان انا ارسم يعني وامضي برضه. انا نفسي في احلام كتير ليها علاقه بالرسم ممكن تكون ما لا نهايه ليها، لاني كمان حتى لو في عدد معين من الاحلام دلوقتي بعد ما بحققه بيبقى في حاجات جديده، كل شويه بحلم حاجه جديده. بس من الاحلام قوي يعني ان انا اعمل برنامج على التلفزيون زي البرنامج اللي حببني في الرسم وانا صغيره، مش عشان اعمله والله، عشان زي ما البرنامج اللي انا كنت اشوفه ده عمو اللي كان بيقدمه ساب جوايا حاجة خلتني أحب الرسم وأكمل فيه وإني أكون رسامة، نفسي أنا كمان أسيب الحاجة دي قبل ما أمشي.